نحن واهالي مدينه سراقب قمنا اليوم بتنظيم وقفه احتجاجيه احتجاجا على المجازر التي تقبلها النظام السوري وبمؤازره ومساعده من العدوان الروسي طبعا وبسكوت من الضامن التركي احتجاجا على هذه المجازر وعلى العدوان الهمجي على المناطق المحرره. نحن نطالب الفصائل بالتخلي عن العمل المدني والذهاب فورا الى ساحات القتال من اجل ردع هذا النظام المجرم وحمايه اهلنا المدنيين في المناطق المحرره وفقا للقسم والمبدا الذي تاسست الفصائل على من اجله. اول شيء انا بوجه للشعب السوري بالمناطق المحرره مولى الضامن التركي، الضامن التركي نايم، عم بقول للمناطق المحرره اللي نايمه اللي شايفه خان شيخون والتح وجرجناس كلها عم تنقصف مجازر لهم شهرين مجازر كل يوم والمحرر كله صامت عم يتفرج عليهم، اليوم جرجناس والمعره بكره ادلب والبعد صرمده والبعد الدانه، هدول ما لهم علاقه يعني دور جيل الكل اذا بقينا صامتين، يجب على المناطق المحرره كلها تخرج بمظاهرات ضد هذه العصابه المجرمه عصابه بشار اسد والروسيا. رسالتنا لكل الدول اللي عم تدعم النظام واولاها ايران وروسيا، ايران وروسيا، هذا الشعب على اساس نحن وقف اطلاق نار وحل سلمي يوميا يوميا مجازر في المنطقه الجنوبيه لريف حماه وادلب كفر زيتي التح جرجناز كفر نبيل خان شيخون يوميا مجازر وشهداء. نحن طالعين اليوم نقول للكل العالم نحن شعب حي لا يموت، اشو ما عملتوا نحن منا اهدافنا طلعنا من اجلها، اهدافنا الحريه والكرامه للشعب كله، ما قصفتوا منا اياها، لا تراجع لا استسلام الا نحقق اللي طلعنا عليه وما نخون دم الشهداء المصابين كلها، ما نخون دمهم الا نحقق مطالبنا. وهاي رسالة لكل العالم انه نحن صامدين مهما فعلتوا.